السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبدأ عدد اليوم جورنال فير بخبر عنوانه جرين بويز وإيجلز يجتمعان بأعضاء مكتب الرجاء. وفي تفاصيل الخبر، عقدوا فصيلي الجرين بويز والألترا إيجلز المساندين لفريق الرجاء الرياضي أمس الاثنين جلسة مع بعض أعضاء المكتب المسير الفريق الأخضر، وأكدوا الفصيلين عبر بلاغ اليوم أن هذا الاجتماع جاء من منطلق إيمانهم الروحي والفكري بمبدأ ارتباط مصلحة الفريق بمشاركة جمهوره في الإصلاح لكون النمط الأكثر نجاحا. وشال البلاغ نفسه لأن الجلسة همت مناقشة مكامن الخلل وتأكيد دور المجموعات كقوة اقتراحية. ووضح بها الجرين بويز والإيجلز أنهم أجلوا الخوض في التفاصيل نظرا لغياب رشيد الأندلسي رئيس الفريق بالإضافة لممثلين لجان أخرى. وقال البيان نفسه أن الأندلسي والغائبين على الاجتماع الأمس غيحضروا في الاجتماع المقبل الفصيلين مع أعضاء مكتب القلعة الخضراء. أيتمنى يؤكد اتصاله بالرجاء للتعاقد مع مذكور. وتلقى موقع سبور 1 اتصال هاتفي من أيتمنى أكد من خلاله أنه قدم عرض رسمي لمسؤولي فريق الرجاء الرياضي بغية التعاقد مع بإينا مذكور، غير أنهم رفضوا العرض وأكدوا لي أن اللاعب ماشي للبيع. ووضح رئيس فريق شباب محمدية أنه سبق وقدم في الموسم الرياضي الماضي عرض التعاقد مع مذكور ورفضوا مكتب الرجاء برئاسة جواد الزيات، ورجع وقدم عرض جديد في الميركاتو الصيفي ورفض المكتب المسير من جديد العرض مذكور. وشار أيتمنى أنه ما كاينوش خطف لاعب الرجاء الرياضي من فريقه، خاصة أن عبد الإله مذكور عنده عقد ساري مفعول مع فريق الرجاء، بل قدم عرض رسمي للاستفادة من خدماته وتم رفضه من قبل رشيد الأندلسي. وساهم تألق مذكور بشكل لافت في بداية الموسم الرياضي الحالي في الرفع من أسهمه في سوق الانتقالات، غير أن الفريق الأخضر ما كاينوش تخلي على خدماته على الأقل في الموسم الحالي. الرحيمي يتوج بجائزة جديدة رفقة الرجاء الرياضي، وتوج سفيان الرحيمي مهاجم فريق الرجاء الرياضي بجائزة نصر الموسم واللي كتقدمها مجموعة فيردي باسيون المساندة لفريق الرجاء واللي كتخصصها لأفضل لاعب خلال الموسم، وذلك في حفل تم تنظيمه على شرف اللاعب. وذكرت المجموعة في بيان عبر صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بلي كان مرتقب باش يتنظم الحفل مباشرة بعد نهاية البطولة الموسم الماضي، غير أنه تم تأخيره بسبب الإجراءات الصحية الخاصة اللي كتعرفها المملكة لتصدي الفيروس كورونا، وكذلك لضغط البرنامج الخاص باللاعب من مباريات ومعسكرات ومشاركة مع المنتخب. وتألق سفيان الرحيمي خلال الموسم الماضي بشكل لافت وساهم في تشويج ناديه بلقب البطولة الوطنية وتأهله لنصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية ونفس الدور من كأس محمد السادس للأندية العربية البطالة. عبد الإله الحفيظي يلتحق بتجمع المنتخب الوطني المحلي. وعرض عبد الإله الحفيظي مايسترو فريق الرجاء الرياضي إصابته على طبيب محليين خلال التجمع التدريبي للمنتخب الوطني المقرر في 4 يناير 2021 للحسم في طبيعة الإصابة اللي تعرض لها في المباراة ضد نادي تبركان برسم الجولة الرابعة من البطولة الوطنية. وكشف مصدر جامعي مسؤول أن الغرض من التحاق الحفيظي بتجمع التدريبي المحليين هو عرض إصابته على الدكتور هيفتي، إذا غيكون تقرير هذا الأخير حاسم تحديد ما إذا كان غيرافق المحلي الكاميرون باش يكون حاضر في نهائيات البطولة الإفريقية أو أنه غيتم إسقاط الاسم ديالو من لائحة الحسين عموتة. مرة أخرى النفاتي يجدد رغبته في حمل قميص الرجاء الرياضي. وفي التفاصيل جدد نجم فريق مولدي وجدة من جديد أدم النفاتي رغبته في حمل قميص فريق الرجاء الرياضي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ونشر النفاتي بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام تعليق لأحد مشجعي الرجاء مرفوق بصورة ظهر فيها النفاتي وحيدا بعد مباراة نهضة تبركان ومكتوب عليها اللاعب الوحيد اللي كيحط ريتو في التيران مع وجدة، مرحبا بك في الرجاء بلاصتك هي هذه. وأكد النفاتي من خلال نشر الصورة المذكورة لمكتب الرجاء الرياضي أنه جاهز للقدوم للفريق في حال ما أراد الاستفادة من خدماته في الميركاتو الشتوي المقبل. وكانت إدارة فريق الرجاء برئاسة جواد الزيات تفاوضت مع مسؤولي مولودي جوجدة لجلب النفاتي في الميركاتو الصيفي الماضي، غير أن بعض الجزئيات البسيطة عقدت من المأمورية وفشلت الصفقة. محمد فاخر رفض تحميل مسؤولية أزمة الرجاء المادية. ورفض الإطار الوطني محمد فاخر تحميل مسؤولية الأزمة المادية اللي كيمر منها فريق الرجاء الرياضي مؤخرا. وقال فاخر في صحيفة صحفية خصباء إحدى الجرائد الوطنية أن البعض كيحاول يستغل قضيته مع الرجاء من أجل تصفية الحسابات، وبرز أنه حاول في أكثر من مناسبة الجلوس لطاولة الحوار لإيجاد حل الأزمة المفتعلة إلا أنه ما لقاش أذن صاغية. وتأسف فاخر لما قالت لي الأمور مع فريق الرجاء والوضعية المالية الصعبة اللي كيعيشها، واعتبر محاولة سعيد حسبان الرئيس السابق استغلال الاستقالة تراجع عليها النقطة اللي أفاضت الكأس ودفعته لنقل خلافه لمحكمة التحكيم الرياضي الطاس. طونغيت السنغالي يحدد موعد وصوله لمواجهة الرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر حدد نادي طونغيت السنغالي 2 يناير 2021 كموعد وصوله للمغرب من أجل خوض إياب الدور ما قبل المجموعات مسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد فريق الرجاء.
وتوصلت اداره الفريق الاخضر مراسله من الفريق السنغالي كتخبرها بموعد وصوله للدار البيضاء في افق لقاء الاياب اللي غيجمع بيناتهم الاسبوع المقبل. بدا في استقبال البعثه السنغاليه من طرف فريق الرجاء كيف قامت اداره طونغيت معهم في لقاء الذهاب، وغتقام المواجهه بين الفريقين السنغالي والمغربي في الخامس من شهر يناير على ارضيه المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ومطالب فيها الفريق الاخضر بالفوز باي نتيجه للمرور لدور المجموعات المره الثانيه تواليا ان شاء الله. يهم الرجاء الاسماعيلي يفوض غامودي وشهاب، وذكرت جريده المنتخب ان النادي الاسماعيلي المصري كيفوض ايطال الارجنتيني ميغيل اونخيل غامودي والايطال الوطني طارق شهاب للاشراف على تدريبه خلال المرحله الجديده بعد الانفصال على مدربه السابق، اذ انه غيواجه الرجاء يوم 11 يناير المقبل في اياب نصف نهائي كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله. وزادت نفس الجريده ان الاسماعيلي كيسابق الزمان التعاقد مع غامودي وشهاب، لكن امور تقدر تحول دون ذلك بالنظر للعرض المقدم لهم في الوقت اللي توصلوا فيه بعروض من البطوله الوطنيه، وكيدرس غامودي وشهاب هذه العروض ويحسموا في العرض الانسب خلال الساعات القليله المقبله. خبر في نفس السياق بعنوان الاتحاد العربي لن يخضع لاعبي الرجاء والاسماعيلي لفحص كورونا، واخبر الاتحاد العربي لكره القدم مسؤولي فريقي الرجاء الرياضي والاسماعيلي المصري انه ما غيشرفش على اخضاع لاعبي الفريقين لفحص كورونا قبل المواجهه المرتقبه بينهم في اياب نصف نهائي كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله. ووضح مصدر جامعي مسؤول ان الجامعه الملكيه هي اللي غتكلف مصاريف فحص كورونا الاسماعيلي المصري في الوقت اللي غيجري فيه الفريق الاخضر الفحص على نفقته اللاعبين، وكيعيش الاتحاد العربي ازمه ماليه خانقه عجز معها التكلف بمصاريف اقامه الفريق المصري في المغرب، اذ غتكلف الجامعه ببعث الاسماعيلي خلال مواجهته للرجاء، وغيكون الفريق الاخضر مطالب بتدويب فريق الهدف اللي نهزم به في مباراه الذهاب من اجل ضمان تاهله للمباراه النهائيه والمنافسه على لقب البطوله العربيه ان شاء الله. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.